بنرحب فيكم مشاهدينا في برنامج زور مقدسية. في الحلقة رح نتعرف احنا وياكم على قرية دير ياسين المهجرة الواقعة الى الغرب من مدينة القدس. تعالوا معنا لنتعرف اكثر على تاريخ هالقرية. قد ايه عمرك هلا حجة؟ انا هلا 80 سنة عمري. قلت له عمر ان شاء الله، وقد ايه كان عمرك بوقتها؟ في 10 سنين هيك اشي، بس 10 يا 9 كان عمري. ليلة الجمعة اليهود هجموا علينا، العرب التهت بعبد القادر الحسيني بالحرم يصلوا عليه، ولا نجدة اجتنا. المهم اخوي قاعد بيحضر بيسهر، حط الباروده، ودارنا كانت ثلاث طوابق، حط الباروده وقاعد اخوي بيسهر قبال اليهود قبال الكبانيه. الساعه 4 الصبح اليهود نزلوا علينا من الجبال، مش سيارات ولا اشي، ماشي. كانوا ناويين يطوقوا دير ياسين، هيك يطوقوها، كانين ناويين يذبحونا كلنا. فطوقت، بقولي طوقت دي، هيك ظلت هاي الشقة فاتحة، شقة عين كارم. لو أخوي ما شافهم، مش أول واحد شاف اليهود أخوي، لأنه شافهم بينزلوا زي الغنم ركض وبينزلوا. أخوي ضرب الصفارة فيق البلد، اشتبكوا، صارت اشتباك. احنا دارنا كلها قبال اليهود، كل عشان اخوي بضرب من فوق، كل الضرب على اخوي، فيش محل اللي تتخبى في غرفتنا، نتخبى من قرنهون، كل الضرب في الغرفة تبعنا في دارنا. امي اخذتنا وطلعت فيها، في لدار سيدي غرفة، يعني قافة الدار. ندت امي على مرت سيدي، قالت لها مرت عمي زتينا المفتاح بدنا نتخبى في الغرفه. فامي نزلتنا من الشباك، انا واخوي، اكبر مني اخوي كان عمره 13 سنه، يا 14 يا 13، والي اخ كان 7 سنين عمه اصغر. نزلتنا من الشباك قالت لنا روحوا عند عمتكم، هربنا. شوفنا وين ما يروح اهل البلد نهرب معاهم. وصلنا عين كارم، أنا وأخوي وأنا وأخوتي التنين، وين ما نشوف أهل البلد ماشيين وراهم. شوف قديش المسافة. طلع معاكم ناس من البلد؟ في بعرفش، من كانوا هاربين ناس، يعني في اللي دارهم بعيد عن اليهود، اللي غربة يعني شقت من هاي، هربوا. شايفة صرنا نهرب. ضلينا بتذكر طلعنا من الصبح قبل ما طلعت الشمس وحافيين، امي ما لبستناش القنادر، وكانت شهر 4 والسرار هيك غزغزنا بجرينا ونبكي واحنا ماشيين. المهم بتذكر طلعنا قبل ما طلعت الشمس، وصلنا لما انغابت الشمس طول النهار واحنا نمشي في الجبال، توصلنا عين كارم. وصلنا عين كارم وقعدنا، وين بدنا نروح؟ ما بنعرفش حد. شفنا اهل البلد، بعدين اجوا اهل البلد اخذونا وحطونا يمكن في دير يمكن بدار، بعرفش. طلعنا درج هيك وطلعنا قعدنا في بالغرفه، لقينا كل اهل بلدنا هناك، لقيت اختي هناك هي وحماتها وجوزها. قعدنا ونمنا، ما دريناش عن هالدنيا شو ماشيين طول النهار، ولا حسينا في اشي. نمنا الصبح فقنا، وين بدنا نروح؟ انزلنا، لما نزلت ولها اخوي كاين مسحوب من البلد الساعه 12 بالليل. شفنا اخوي، برد اخوي، سالنا اخوي وين امي؟ صار يبكي، قال امك ماتت. وبعدين ما فقدنا اخوي، ما شفناش وين راح. عودوا جابونا كل اهل البلد وحطونا في ترك، وجابونا بتذكر الله اعلم باب الخليل، بعرف شو المهم بالقدس. جينا حطونا في هالغرفة وقعدنا شوي. بعد وين بعرفش، كان حد في
بركة هناك فيها بط زين نلعب أنا وأخوتي على البط، مش عارفين وين الدنيا دايرة فينا. شوي لهم اليهود جابوا الأسرة وفلتوهم. أجوا الأسرة اللي إلها ابن هارب اللي إلها بنت هارب لقوهم واجتمعوا معهم. إحنا فيش معنا ولا حد، لا أخت ولا أخ ولا أم ولا حد. ضلينا يعني وين ما راحوا أهل البلد نلزق فيهم في الشيء. كم حدا كنتوا أنت وأكم من واحد أخوتك؟ أنا أخوتي تنين، واحد أكبر مني واحد أصغر مني. نضل ملزقين في أهل بلدنا، وين ما يروحوا نروح معاهم. بعدين عودوا جابوا كمان ترك وحطونا فيه، نزلونا على سلوان. نزلنا في سلوان حطونا بها الغرفة وقعدنا. صاروا أجوا أهل سلوان صاروا يبكوا علينا، جابوا لنا أكل صرنا ناكل، ننام على الأرض، لا فرشة ولا الحف ولا إيش، على الأرض ينيمونا، بس يعطونا حرمات نتغطى وعلى الأرض هيك على السجادة ولا حصيرة حتى كده. بعرفش يمكن ثلاثة أيام قعدنا، الله أعلم. شوي إحنا بنلعب أنا وإخوتي في الحارة العصر الدنيا، إلا مرت أبوي الله يرحمها جاية يعني، كانت ما أبوي كانت مرت أبوي منيحة، ماسكة إيد إخوتي برضه ولدين معها صغار، مسكتهم وجاية. إحنا يعني بسطنا، شفنا واحد بقرب لنا مرت أبوي لحقناها. قلت لها مرت أبوي مرت أبوي، أمي وين أمي؟ اللي هي بتقول أمكم ماتت، الحقوني إلي وإلكم الله. أخذتنا مرت أبوي. وأخوتك وأبوك وين راحوا؟ أمي وأبوي وإخوتي ماتوا كلهم. بقول لك أخوتي تنين وسيدي وعمي انقتلوا في البلد. أبوي يعني كان يقاوم كتير، آخر واحد قالت مرت أبوي مات أبوي، ظل يقاوم، ما فيش حد يقاوم إلا أبوي. يعني مات في المذبحة أمك وأبوك وأخوتك التنين وعمك وعمي وسيدي، ستة في بيت واحد. وإلي دار عم بعرفش أكم نفر، ما طلعش إلا الأب والولد الكبير، والباقي كلهم ماتوا، بنات وصبيان وكنتو كان مجوز ابنه جديد. وإلي دار عم تانيين برضو ما طلعش إلا هو ابنه ومرته وولاده ماتوا، وأخوه التاني طلعت هي براسها وجوزها ولادها ماتوا. شايف يعني إحنا عائلتنا اتدمرت كلها، يعني يمكن 40 واحد مات من عائلتنا لحالنا. عائلة عقل. ما هو شوفي إحنا عائلتنا ثلاث أخوة، زهرة ونعطية وعقل، شايفة بلتموا كلهم عيلة واحدة، يعني كلهم من برضا من عائلتنا. رحنا مع مرت أبوي حطتنا في هالدار وقعدنا. أجا أخوي الكبير هو مرته وقعدنا إحنا وياهم في غرفة، أعطونا السلاونة غرفة وقعدنا فيها. بتذكرش قعدنا أسبوع أسبوعين، والله ما بتذكر قديش. شوي إلا ست هند الحسيني رحمة الله عليها، إلا ست هند الحسيني جاي على سلوان بتقول أنا بدي أكرس حياتي لدير ياسين، أخذ بنات دير ياسين وربيهم أنا. أجا ابن عمتي لأقول لأخوي يا شو رأيك يا ابن خالي، أنت عيلة كبيرة، مرتك وولادك وأخوتك، أخوتك ناحيتين يعني من أمك ومن أبوك، شو بدك تعمل؟ شو رأيك تحط أخوتك في دار الطفل داخلي؟ قال له بحطهم. أخوتي الكبار ما قبلتهم، مش أخوي اللي طلع معي أكبر مني كان كبير ما قبلتوش، وأخوي الثاني اللي من أبوي برضه ما قبلتوش، قال هدول كبار بقبلهم مش. قبلت أخوي اللي من إيمي أبوي الصغير، وأخوي من أبوي أكبر منه بسنة، هدول التنين بناخدهم. أخذونا وحطونا في دار الطفل.
طلع يسير يسير، واللي طلع انكتب انكتب، واللي طلع سالم راح طلع شرد على عين كرم. كم عدد الشهداء حسب ما عرفت؟ 106. كم؟ 106 اللي استشهدوا، 106 من البلد، بين نسوان بين أطفال بين شباب، في شباب، في معلم مدرسة الأخرى راح فيها كان يعلم في الفتة الأخرى. الولد أول عائلة قتلت من قوات الاحتلال مين؟ دار عكل. هذه ولا أول عائلة انقتلت في دار عكل، من دار عكل أول عائلة، لأنهم دارهم في أول بلد في قفعات شاول، أول قفعات شاول منها أول دخلوا عليهم هم وقتلوهم بدون ما حدا يدري، سكروا الأبواب بدون ما حدا يدري. إيش أسماء العائلات اللي كانت هون تتذكرها؟ في عائلات، في دار صلاح، في دار زهران، في دار عاكل، في دار صمور، في دار زيدان، في دار كاسم، في عائلات كثيرة. في عائلة زهران أيضا كانت من العائلات اللي قتل منها العديد. دار زهران هم العائلات المنكوبة أكثر ناس، إحنا ما راحش مننا حدا هنا إلا غير اللي تصوبوا في الكسطل، اللي تصوبوا في الكسطل اللي هو عمي اللي قاعد جنبنا هنا، واثنين مخرب عم عبد العزيز الأخرى، هذول تصوبوا في الكسطل. حاج لما طلعتوا من هون وصرتوا تتفقدوا في بعض، أكيد كان في يعني 106 قتلى أو شهداء، فأكيد أنتوا يعني صرتوا تتفقدوا في بعض. يتفقد الواحد، ابني وين راح، بنتي وين راحت، اللي ما انكتلوا شيء حطوهم في المصرارة، راح حطوا اليسرى كلهم وحطوهم بالمصرارة في الأسرة. اليوم بعد مرور ما يقارب 70 عام على نكبة 48 وفي ظل التغيرات بشكل كامل، يعني إحنا في مكان أنت بترجعنا معك في الذاكرة لكيف كان، اليوم مختلف. أنا رجعت لما هلكيت، جيت هنا ودخلت الدار، أنا هاني ثاني مرة بدخلان، رجعت كأني مولود هنا من جديد، ورجعت لي الذاكرة الرسمية على دارنا ودار عمامي وقرايبي وكلهم ودار البلد. فنرجو من الله إن ربنا يغير الأحوال ونرجع لوطننا ولدارنا. لما دخلت من هون حسيت حالك كأنك 8 سنين وبترجع بالذاكرة. والله مزبوط، والله مزبوط، والله رجعت الذاكرة كأني بكيت موجود وأنا ولد صغير، أنا موجود من لعبانة فعلا. امي ما رديتش تطلع معانا، يا ما يلا معانا يلا معانا، ولا بتقولي كيف بدي اروح وابوكي واخوكي قاعدين بقاومه. كانت يما خلصنا ناديها تحمل الرصاص من عند بوكسه الرصاص وتطلعها لابوي ولاخوي، قالت كيف بدي اروح اشترهم. ما امي كانت كتير 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 حنونه. أكثر إشي بتتذكريه من أيام البلد ما قبل النكبة والمذبح الدير ياسين بيجي في بالك؟ يعني من أجواء البلد والحياة اللي كانت بسيطة وبمكان كتير جميل دير ياسين، كان كتير كويسة، كنا ننزل على كروم نلقط التين نلقط العنب نلقط صبير، يعني كتير كانت منيحة الحياة. كنا نروح عندنا كروم عند أبوي أراضي كتير، بعدين أبوي كان مبسوط كتير، أبوي كانوا أغنية مبسوطين، فكانت حياتنا في البلد كتير كتير منيحة كتير منيحة. لأن كان فاتح هون دكان، لحد هلأ بعرف دكان أبوي، لما بنزل على السوق بوصل سوق العطارين إلا أمرق السوق هداك منشان أطلع فيه، بعد كنت أعد 1 2 3 4 دكاكين دكان الخامس أبوي. بس هذا أخوي اللي انقتل، هذا طالب المدرسة، أجوا اليهود أولاد أختي، كانت أختي بقولك ساكنة أول البلد، جابت أولادها ونامت عنا دار أبوي. لما أجوا اليهود وصار أولادها يبكوا وتسكت فيهم، الأطفال كل ما يسمعوا التخوش يصيروا يبكوا. أجوا اليهود دقوا على أختي افتحي افتحي، ما فتحتش، ما ردتش تفتح، ضربوا
الزرفيل قنبلة، وتصوبت أختي حتى عاشت وماتت أختي وشافت القنبلة في إجرها وفتحوا الباب. أخوي اللي اسمه موسى طالب المدرسة طويل طويل تفكري يعني عمره 20-16 سنة، هو كان صغير عشان طويل، أجا مسكوه هيك اليهودي مسكوه هيك وبدأ أحط له الفرد براسه. أختي قاعدة قالت أختي مشان الله بشتري منك مشترى، أنا بعطيك مصاري بس تقتله، وش طالب مدرسة صغير ما وركش طوله. قالها أعطيني مصاري اليهودي. قالها قالت له بشتري منك مشترى أعطيني إياه. أعطته بعرفش قديش وقتها، قالوا ما أعطيته مصاري استرليني. أخذ المصاري من أختي، دفع أخوه يعني البرندة، أجا أخوي راكع هيك حاطت إيده هيك، جا اليهودي قالت أختي ركع على الأرض وحط الفرد براس أخوي وقتله بعد ما أخذ المصاري. أخوها نقتل قدامها. ندعي لله كل الإسلام تدعي الله ينصرنا ويرجعنا على بلادنا. منيتي في الحياة أرجع بلدي يا رب. أخوي اللي نقتل ليليتها أخوي كان تاجر مع أبوي، كان بعيد عنك شاري كندرة كريب بيقولوا لها خضرة لونها خضرة خضرة زيتي غامق، لبسها هذيك الليلة وقول بركي موتت بدي أنا ألبسها وانبسط فيها. لبسها لما تصاوب أخوي اللي أجا يسير مع أبو مع إمه، لما طلعوا اليهودي فقدوا كم واحد ماتوا يسجلوا، كان أخوي إينين. أخوي هذا العثمان لما شافهم اجوا بدهم يدخلوا على الدار اتخبى تحت التخت منشان ما يشوفوهوش، اتخبى تحت التخت، اجوا طلعوا اخوي لقوا دم نازل منه، قالوا هذا ميت. هو كان مصوب بس مصوب. كان عمره اخوي هذا اللي كان يجاهد، كان بعرفش بالضبط اقول لك، بعرفش 22 21 هيك اشي، بس بعرفش انا قديش كان عمره يعني، كان شاب. فكان لي اليهودية اللي بتسجل قال أخوي قلت الكندرة شلحت الصندل اللي في إجرها ورمته وشلحت أخوي وهو ميت، الكندرة تبعه لبستها وطلعت. نتواجد هنا مشاهدينا في أحراج دير ياسين، حيث هذا المكان يشهد على جريمة المستوطنين المتطرفين الذين اقتادوا الطفل محمد أبو خطير في الثاني من تموز للعام 2014، حيث كان أيضا الرابع من شهر رمضان المبارك، اقتادوه إلى هنا وأحرقوه وقاموا بقتله بدم بارد. احنا موجودين في دير ياسين في الموقع اللي استشهد فيه محمد، خلينا نرجع معك بالذاكره لما قبل 3 سنوات ونصف. نعم، قام المستوطنون في 2/7/2014 بخطف وتعذيب شهيد الفجر محمد ابو خضير من قريه شحفات في القدس، الى اخذوه هان الى دير منطقه دير ياسين وحرقوه في المنطقه هان بالضبط. نمشي احنا. نعم. حرقوه هان ووقفوا السيارة هان ونزلوه مربط إيديه وإجريه ونزلوه وداروا البنزين في فمه وحرقوه وهو حي. جابوه على دير ياسين لكي يذكرونا أنه هان قاموا في الحركات الصهيونية المتطرفة بحرق وقتل الأطفال الفلسطينيين في 1947-1948 لكي يذكرونا أنه هان قاموا بقتل الفلسطينيين. فنحن إن شاء الله سوف نبقى صامدين في هذه البلاد، مهما حرقوا وقتلوا سوف نبقى صامدين، ستبقى دماء وشهيد الفجر محمد أبو خضير واسمه طعار على هذا الاحتلال، لأن أول جريمة يقتل ويعترف فيها الإسرائيليين بحرق، يعني لولا كاميراتنا التي صورت عملية الخطف
من أمام البيت في شعفاط لما وضع الجريمة باسم مجهول، لكن هذا الاحتلال بعد ما صورت الكاميرات 4 أيام وهو كان يرفض أن يقول أنهم إسرائيليون ويهود اللي قاموا بعملية الخطف، لولا كاميراتنا صورت عملية الخطف، وكان الخاطف وهو العنصري المجرم صوره بالضبط كانت مبينة، لكن وضعوها ضد مجهول. محمد طفل، ما بعتبرش الناشئ، كان عمره 16 ونص، بس ما عمرنيش فكرت ان في يوم من الايام محمد شاب، او كان دايما يقعد في حضني، عمرني بعرفش كنت اخاف عليه، دايما خايفة عليه، وعرفش بدون ولادي مع ان عندي 7 انا غيره، يعني هو السابع، بس انا خلاص بكيت اخاف عليه، ودايما يقعد في حضني، دايما اسال عنه، حركي كتير، عنده روح رياضية، بعرفش بحب المرح، بحب الضحك طول حياته، يعني لو أنا بكم زعلان ويدخل على الدار بدخل يغني لي سفر لي، اليوم فشها، يعني صار لي 4 سنين بتمنى يرجع هذا اليوم، بس راح مع محمد تشل الفرحة اللي بكت في الدار تشلها، راحت مع محمد لأنه هو اللي بكى، اللي مشغل الدار حاسس حالي، هو اللي بكى في حياتي كلها، بعرفش يعني كل ام بكى عندها ابن مفضل، بس ابني محمد هو اللي بعرفش اقرب واحد الي، مش عارف ليش ما بدري، بس خلص طبيعته، هو هذا الولد بخلي الانسان يحبه زياده عن اللزوم، حتى في المدرسه يا الله شو الاستاذ المعلمين صحابه شو بحبوه، قد ما هو فكاهي، حتى لما راح جوزي يسأل عنا في آخر سنة في المدرسة قلنا ليش أنت دخلك كهرباء، أنت ليش لازم تدخل كوميدي، قد ما هو بحب الفرح بحب الضحك بحب المزح. ابني أول مرة بكل يما هيني رايح، ومن هذه آخر كلمة قال لي إياها يما هيني طال هيني رايح، وحمل كنية المي وطلع، بعدها ما شفت الشيء، أجا بعدها في الشيء، أنا طلعت بدي توضيت وبدي ألبس مشان أطلع ألحق على الصلاة، لأني أنا هذه طبيعتي كل سنة أنا وياهم الله يرضى عليهم بنصلي في الجامعة وبنرجع أنا وولادي، لسه بدي ألبس بدي أطلع له، ما شفت هاللي بيطبل على الباب اللي هو ابن أخويا، بقول لي عمتي وين محمد، بقول لها هي لسه طلع ما ليش فيش 5 دقائق طالع، اللي بقول لي فيش حدا باب المحل، قلت لها هي باب المحل قاعد، قال لي فيش حدا في الباب المحلات، وبقولوا في حدا انخطف من الشارع من هان، بس يعني أجوا كلولي، يعني بديش تتوقع أي إشي، أنا توقعت يعني يضربوا يرموا إشي، بس ما توقعت يقتلوا يحركوا.